واحد ايضا من المتالقين في مباراه اليوم من جانب البنك الاهلي الحارس محمود الزنفولي. كابتن محمود صباح الخير، مشرف ومنور، بهنيك على ادائك الشخصي النهارده واداء الفريق بشكل عام. حبيبي يا كابتن كريم، برحب بحضرتك والحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى النتيجه الايجابيه اللي حققناها، وكنا نطمع ان احنا نحقق 3 بونت بس الحمد لله. بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر اللعيبه كانوا رجاله، والحمد لله يعني ان احنا خرجنا بنتيجه ايجابيه النهارده الحمد لله. من الحاجات المهمه جدا عند حارس المرمى لما فرقته بتهاجم، لما فرقتك بتهاجم يعني ده معناه ان ممكن يبقى في مساحات، وبالفعل النهارده الاهلي كان عنده عديد من الفرص زي ما البنك الاهلي كان عنده عديد من الفرص. انت ما تاثرش بهذا الامر؟ ما قلقتش؟ ما حسيتش انه المساحات دي ممكن تمثل ضغط عليك ويبقى الامور صعبه؟ لا والله، احنا طول الاسبوع شغالين على نقط القوه ونقط الضعف عند النادي الاهلي. طول الاسبوع شغالين على تكتيك معين، ازاي نطلع بالهجمه ونشتغل من تحت ونهاجم النادي الاهلي. مفيش قلق ومفيش خوف، قدرنا ان احنا نوصل ونضيع. لو النهارده انا بنتكلم مع خط الظهر، وكنا بنتكلم انا ودبش وياسين وسام ابراهيم والكابتن عاصم صلاح كابتن الفرقه، دايما بنتكلم ان احنا لو ضغطنا لازم نامن، لان الاهلي بيلعب على المرتدات السريعه، عندهم تحول هجومي سريع، فلازم لما نيجي نطلع بالكوره ونهاجم النادي الاهلي لازم يبقى في تامين ورا الهجمه. فعملناه النهارده بشكل كويس، وبشكر اللعيبه ان هم كانوا رجاله وملتزمين النهارده بالاداء والتكتيك النهارده اللي كابتن خالد كان حاططه لنا، والحمد لله يعني النهارده خرجنا بنقطه من النادي الاهلي، وبنتمنى لهم التوفيق في البطوله الافريقيه ان شاء الله ويحصلوا على البطوله، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. الكره اللي سجلها محمود وحيد كمان اللي الغيت بعد كده، هي كانت كره صعبه بالنسبه لك جدا ولمستها، وكان في برضه سوء توفيق انها دخلت المرمى بعد كده. والله الحمد لله ان هي الهدف اتلغى، هم لعبوها بسرعه، كان ما كناش كنا مركزين مع الحكم، كنا بنتكلم مع الحكم فاتلعبت بسرعه فبغتت الفرقه، بس الحمد لله الهدف اتلغى وخلانا نرجع تاني ان احنا نخش في المباراه. وبعد الجون لما دخل واتلغى اتكلمت مع اللعيبه وقلت لهم ما ينفعش نسرح، اصلا قبل الكوره بقول لهم ما تسرحوش وما نحاول نركز الفتره دي، الوقت ده ممكن الاهلي يسجل في اي لحظه واحنا برضو ممكن نجيب، فمش عايز سرحان في الماتش بالذات لما يبقى في جمهور. انا بقول لهم ممكن ما تقدرش تسمع صوتي ان انا اوجهك او اتكلم معاك، فما تعتمدش على زميلك، ركز على الكوره واشتغل وخلينا قريبين من بعض، لان الاهلي بيلعب على الكوره دي الحاجات المرتده اللي من ورا خط الظهر، قلب الملعب، الوانتوهات، وانتو الوانتري، زي ما انت شفت في مباراه الوفاق الصيف هم اشتغلوا على كده، واحنا قدرنا الحمد لله نقفل عليهم الخطوط دي، فالحمد لله يعني والحمد صح. لله التوفيق كان طيب معنا. الهدف اللي اتلغى ده كان كوره ما حدش توقع انه سبب الالغاء ان الكوره كانت متحركه من رامي ربيعه ما كانش يثبتها، كنا متصورين انه هل مثلا اوف سايد ولا حاجه، هل ده انتوا كنتوا واخدين بالكم منه في الملعب ولا لا؟ ده اللعيبه راحت اتطردت على كده ان هو ما ثبتش الكوره والكوره بالطب راح لعب على طول، فاللعيبه كانت بتعترض على كده يعني من قدام محمود السيد وكابتن عاصم صلاح خط الهجوم من قدام كانوا بيتكلموا ان الكوره ما ثبتتش اصلا. يعني هم اللي لفتوا نظر الحكم كمان قبل الفار طبعا، يعني هم اللي لفتوا النظر. احنا مركزين في الحاجات دي لان التفاصيل الصغيره ضيعت منا بنقطه قبل كده، فحاجات زي دي كده لازم نركز فيها الفتره الجايه، ممكن تخسر بتفصيله صغيره زي كده يجي في الجون، ممكن تجيب جون بتفصيل صغير من الحاجات دي. فالحمد لله هم اللي هو اعتراضات رغم ان هي كره واضحه، كانت اعتراضات النادي الاهلي بسبب ايه؟ ان ازاي الكوره اتلعبت وجت جون، فقاموا اعترضوا فالحكم راح مطلع انذار احمر، فديت يعني حسينا ان الحكم النهارده هيبقى فير، ما بيلعبش ان هو بيلعب النادي الاهلي او كده، لا النهارده الحكام فير والناس كلها. احنا قبل كده حصل شويه امور في المباريات انا مش عايز اتكلم فيها، بس الحمد لله يعني ان النهارده كانت امور كويسه. كابتن محمود الزنفولي حارس مرمى البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك كمان على النتيجه النهارده امام النادي الاهلي.